بمناسبة عيد الميلاد المجيد واستقبال رأس السنة الميلادية، أنيرت في مدينة السلمية شجرة الميلاد وسط كرنفال احتفالي في ساحة الشهداء. كل عام وشعبنا الصامد وجيشنا البطل وقائدنا بألف ألف خير، ونحن سعيدين كتير كتير برؤية الأطفال هلا مبسوطين بهالمناسبة، بمناسبة الأعياد، أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة. إن شاء الله على طول الفرح دائم يا رب. كل عام وانتم بخير، وبتمنى لكل الناس الخير، وان شاء الله العيد الجاي يكون احلى. كل عام وانتم بخير، وكل عام لكل ابناء سوريا، ان شاء الله العيد الجاي بيكون احلى واحلى. ان شاء الله تكون سنه تحمل بايامها وبلياليها كل الخيرات والبركات للجميع يا رب. كل عام وانتم بخير جميعا، واهل السلمية كلياتهم بخير، وهي فعالية رح تأكد أنه الحياة مستمرة وشعب بيحب الحياة، وميلاد مجيد للجميع. منوجه تحية بمناسبة أعياد الميلاد وعيد رأس السنة إلى أطفال سوريا، ونقول لهم دائما نحن معكم، نسعى لإسعادكم ولإيصال البسمة إلى لكم. اجتمعوا اليوم ليعبروا عن فرحين أكيد بسلمية خالية من الإرهاب، وهي هلق بلشنا نضوي الشجرة الحلوة، أكيد سلامي كل المجتمع، وكل عام وانتم ألف خير يا رب. حبينا نقوم بهاي الفعالية كفرق تطوعية، فريق ألوان تطوعي، لنزرع بسمة على ضحك هالأطفال، على وجه هالأطفال المشتاقين لك دي. عودة الحياة الطبيعية إلى كافة الأراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة مدينة سلمية التي عانت من الإرهاب كثيرا. هذا المناسبة عيد ميلاد المسيح، عيد السلام، فينا نقول نحن، فنقول للعالم كلها انه نحن رجعنا نرجع نعيش حياتنا الطبيعيه، رجعنا نرجع نعيش مثل ما كنا، رجعنا نحتفل، رجعنا نفرح. دم الشهداء ما راحت هدر، دم الشهداء اللي سقطت عادت الحياه الطبيعيه لهذه الارض، عادت الارض الى سوريا. نتمنى لسوريا الحبيبه بالعام 2019 مزيد من الامان ومزيد من التطور والتقدم، وان شاء الله يعود الأمان إلى كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. حبينا نشارك اليوم بهالفعالية الحلوة هاي، فرق تطوعية، المجتمع، الأطفال، لحتى نرسم لهم البهجة والفرح ونشاركهم هالفرحة الحلوة هاي. الهدف من هذه الفعالية رسم البسمة والضحكة على وجوه الأطفال، وأن تكون هذه البسمة هي عنوان للنصر القادم بهمة أبطال الجيش العربي السوري.